طيب صباح الخير يا جماعة. المرة الماضية بدينا نحكي عن الجريدينت بوستينج وحكينا انه بتساعدني كتير انه انا احسن النتائج اذا انا ما كنتش راضي عنها، تمام؟ وهي بتستخدم اوبتمايزيشن تكنيك، والاسلوب الجريدينت انه مستخدم كتير في الماشين ليرنينج في اساليب عدة، لانه هي عبارة عن سيرش بروبلم انه احنا بنحاول نوجد فيها البيست موديلز اللي بتعمل لي مينيمايز للايرور، تمام؟ حكينا انه في باراميترز ممكن انه نمررها للجريدينت بوستينج، او قبل هذا الكلام حكينا انه البوستينج المبدا تبعه ايش هو، انه بيعمل لي سلسله من التريز، وفي كل مره في التري الجديده بيركز على الاكزامبلز اللي كان يغلط فيها. وضربت لكم مثال انه انا في عندي عده مواضيع بدرسها وانا ضعيف في موضوع معين، فبحتاج تقويه في هذا الموضوع، فبيعطي ويتس اكثر للاكزامبلز اللي بيغلط فيها، فبالتالي انه الموديل الجاي بيكون احسن، الموديل اللي بعده بيكون احسن، وهكذا. الباراميترز حكينا عنها اللي هي النمبر اوف استيميترز، بس هنا بدي هاي انا ما حكيتها المره الماضيه، انه بدنا نركز انه اذا اخترتها نمبر اوف استيميترز معناها عدد التريز، عدد الاشجار. اذا اخترت النمبر اوف استيميتور انه منخفضه هذا بيسبب اندر فيتنج، واذا اخترتها عاليه كتير هذا بيسبب اوفر فيتنج. وحكيت لكم انه الرينج الريزنبل اللي انت ممكن انه انت تجرب فيه من 100 ل 1000، تمام؟ هذا بخصوص هذا البارامتر. في عندي بارامتر تاني اللي هو الايرلي ستوبينج جراوندز، وحكينا انه انا ممكن استخدمه في حال انه انا ما صارش في عندي امبروفمنت بعد ان من الايتريشنز. هنا 5، بعد على سبيل المثال هنا حطيت القيمه 5، بعد 5 ايتريشنز ما فيش امبروفمنت فخلاص بعمل ستوب، بوقف للتريننج. وفي عندنا كذلك الليرنينج ريت، وشفنا ايش الاثر تبعه انه احنا نزوده او ننقصه، تمام؟ وحكينا انه في ممكن انه اختار انه ممكن يكون ادابتيف، بحيث انه انا ابدا انه يكون عالي وبعديها انه انا انقصه فيما بعد. وعندي باراميتر اللي هو النمبر اوف جوبس عشان تستغل السي بيوز اللي موجوده عندك، لانه هاي. وبدأنا نشتغل في الاكسرسايز، تمام؟ وكنت في الاكسرسايز انه ورجيتكم كيف انه لما اخترنا لعبنا في القيم، بس بدي اورجيكم هنا الفيجواليزيشن انا كيف عملته. انه هنا طلب مني اعمل 3 موديلز واجرب فيها قيم مختلفة واشوف. فاحنا انا شو عملت رينج للنمبر اوف استيميتور بتبدا من 100 لغاية 1000، لانه زي ما حكينا انه ريزنبل انه بعد 1000 خلاص بصير اوفر فيتنج، تمام؟ فهي الليست تبعتها، هي 100 200 300 400 لغاية 1000. والليرنينج ريت عملته كذلك as a list، بيبدأ من 1 من 1000، 2 من 1000 لغاية البوينت 2، كل مرة بزود 1 من 1000، تمام؟ وبدنا نجيب البيست كومباينيشن بين هدول التنتين. فهنا في بعض الفيرجن اللي موجودة حاليا في الكاجل فيها بعض الوارنينجز، لأنه بيعطيني وارنينج إنه في بعض الديبريكيتد functions انه حتتغير في الفيرجن القادمه، انه بده يطلع لي اياها كوارنينج. يعني هذه مش انا معني فيها كثير الان حاليا، الان بعد ما تتغير الديبليكيتد فانكشن برجع بشوف الدوكيومنتيشن وبعدل الكود تبعي. هذا الاشي يعني معروف في مكتبات الماشين ليرنينج، وخاصه المكتبه اللي بيصير لها تحديث بشكل متسارع اكثر من الاسكيلان هي التنسر فلو.
تنسر فلو بصير فيها تحديث بشكل متسارع، وشائع جدا انه تشوف العديد من الديبريكيتد فانكشنز. هذا الكلام حنشوفه مع التنسر فلو او الديب ليرنينج. فهنا بعطل الوارنينجز تمام عشان انه الاوتبوت انا عندي ما يطلعش كتير هنا. وشو عملت؟ رحت عملت داتا فريم بدي اخزن فيها النتيجة. ليش؟ لانه في عندي ثلاث شغلات بدي اخزنها، يعني كي وفاليو بزبطش. في عندي ثلاث شغلات، ايش هي؟ النمبر اوف استيميتر عرفتها يعني هنا عرفت داتا فريم العمود الاول نمبر اوف استيميتر والفاليو تبعته ليست فاضية حعبيها في اللوب، وبعدين الليرنينج ريت كذلك ليست فاضية، والمين ابسوليوت ايرور كذلك ليست فاضية. هنا حطيت الاي بتساوي بواحد، هذا حستخدمه كاندكس، وانا عندي هنا نستد لوب. في النستد لوب حجرب كل الكومباينيشن، هنا حلف على النمبر اوف استيميتر، في كل استيميتر حالف على كل الليرنينج ريت. بروح بعرف موديل بالنمبر اوف استيميتر الان والليرنينج ريت ال، بعمل فيت بريدكت ايفالويت، وبروح بخزن النتيجة. كيف بخزن النتيجة؟ كيف بعمل انسيرت كل مرة؟ انا عندي هنا الاي بزيرو، فحيعمل انسيرت في لوك الزيرو في اللوكيشن زيرو هذه القيم ان ال مين ابسوليوت ايرور تمام. وهنا بس مجرد ان انا طبعتها عشان اشوف البروجريس في اللوب لانه بتطول شوية، وبزود الاي بواحد عشان لما اعمل انسيرت المرة الجاية يضيف لي سجل جديد في صف جديد في لوكيشن جديد تمام. فهي نمبر اوف استيميتور 100، ليرنينج ريت 1 من 1000، هاي المين ابسوليوت ايرور. بعد هيك 100 2 من 1000، هاي المين ابسوليوت ايرور، وهكذا لغايه لما نخلص. كثير كومباينيشنز تمام. انا بس هنا حطيت العمود هذا لانه كنت غلطان في التسميه، فممكن اعمل رينيم للاتريبيوت. انا كنت حاطه ام اي اي، ويفترض انه يكون ام اي اي مين ابسوليوت ايرور، فمجرد انه انا عملت له رينيم، هاي الاولد نيم وهاي النيو نيم ان بليس بتساوي ترو، فبالتالي حيغير على الداتا فريم هاي مباشره. هاي الهيد، هاي الليرنينج ريت، عفوا هاي النمبر اوف استيميتور، ليرنينج ريت مين ابسوليوت ايرور، 100 واحد من 1000 هالقد، 100 2 من 1000 هالقد. نشوف التيل، انا عندي النمبر اوف استيميتور لغايه ال1000 كنت اجرب، وهنا 16 17 18 لغايه ال20. هذه كلها كديتا فريم، انا بس مجرد انه شفت اول خمس صفوف واخر خمس صفوف عشان انه انا اتاكد انه هنا مش كله النمبر اوف استيميتور انه 100 بس، مجرد لا اكثر ولا اقل. السورت انه انت بدك تجيبه، ممكن تجيب المينيموم بسنجل لاين اوف كود، وممكن تعمله فيجواليزيشن. هلقيت انا ايش عملت له؟ فيجواليزيشن. بتلاحظ انه في هذا الفيجواليزيشن صعب عليك انه انت تحدد بسبب انه القيم العاليه اللي موجوده هنا تمام. فرحت لو استثنينا هذه المنطقه زي هيك من الفيجواليزيشن تبعي وبديت اعمل فيجواليزيشن هنا، التفاصيل اللي هنا تبدا تظهر معي تمام. وهذا اللي انا سويته هنا في الكود. فانا حكيت انه ريزلت 2 بتساوي ريزلتس لوك من 60 من الصف 60 للاخر تمام. شوف الهيد بدا بالنمبر استيميتور 400 مش 100 تمام. هنا الفيجواليزيشن هنا بدا يبدا تفاصيل بعد ما استثنينا القيم العاليه اللي فيها ايرور، هنا بدأ يبدأ أنا عندي التفاصيل. لو جيت تطلع فيهم وين أقل نقطة أنا عندي؟ ممكن هنا، ممكن هنا تمام. بس واضح جدا إنه الليرنينج ريت الليرنينج ريت انه النتائج تبعته انه كلها بتاخذ نفس النمط، انه اذا كان صغير كتير بيكون الايرور عالي،
تمام؟ وبعديها انه ببدا يطلع شوي، بعديها برجع بنزل، ببدا بطلع برجع بنزل، ببدا بطلع برجع بنزل، وهكذا لغايه لما في الاخر انا عندي زي هيك. تمام، ممكن اقلل الستيب هذه تبعتي في الليرنينج ريت، بدل ما تكون واحد من 1000 تصير واحد من 10، بجرب الكومباينيشن. الان انا شاكك وين في اي النقاط، هاي وهاي لسه مش شايف كتير، لسه بدي اجرب اكتر عشان. فممكن اعمل فيجواليزيشن لهاي المنطقه لوحدها وهاي المنطقه لوحدها عشان اشوف، اقارن النمبر اوف استيميتورز واقارن الليرنينج ريت مع بعض، هدول المنطقتين انه مين افضل نمبر اوف استيميتور ومين افضل ليرنينج ريت، هذه المنطقه وهذه المنطقه. او ما هو احنا بدنا نشوف الهدف من الفيجواليزيشن، انه انا في عندي باراميترز كثيره بلعب فيها، بدي اشوف ايش تاثيرها، ايش اللي بيزود وايش اللي بينقص. فبالتالي هذا كله بدل ما تطلع على كل البيانات، المينيموم هيها في سنجل لاين اوف كود، فبتقول له انه بدي المين ابسوليوت ايرور، جيب لي المين هيو هالقد 15837. تمام، بالضبط. فبروح بجيب الاندكس، بجيب اللوكيشن اللي فيه المينيموم، الاندكس اللي فيه المينيموم بالنسبه لهذا العمود، اللي هو طلعت انا عندي 800 النمبر اوف استيميتور والليرنينج ريت 19 وهي المين ابسوليوت ايرور. فبالتالي خلص بستخدم هدول كباراميترز ببني فيهم الموديل انه زي هيك. بس انا اذا بدي اشوف الليرنينج ريت والنمبر اوف استيميتور انه تطلع وتنزل، انه انا قارنهم مع بعض، فالفيجواليزيشن هو افضل طريقه. انه لانه احنا في الاكسرسايز اللي فات كان في عنا ثلاثه موديل، كنا نلعب شويه انه نزود قيم، ما جربناش كل الكومباينيشن، شفنا اثرها انه كيف لما يبدا انه من قيمه صغيره ويبدا انه يصير قيمه كبيره للليرنينج ريت، هينا شفنا تاثيره انه بيطلع وبينزل بيطلع وبينزل. اما بالنسبه للنمبر اوف استيميتورز، تمام، واضح جدا انه هنا هذه الالوان الداكنه انه جايه في الاسفل، والالوان الفاتحه هنا اللي هي القيمه، يعني النمبر اوف استيميتورز البيست انه عندي في المنطقه هذه بين 800 و 900 اللي هي الالوان الداكنه هذه، انه هي يعني في معظم الاحيان بقدر اقول انه هي جايه تحت مش جايه فوق. وبرجع بكرر كمان مره، هنا 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 مبينات اكثر انه اللون الاغمق انه في له اقل ايرور. تمام، فهذه الرسمه ممكن اضبطها هنا باستخدام اللوج سكيل، بعمل لوج سكيل للواي، فبالتالي انه زي كانه انا بمطها وبقدر اشوف التفاصيل يعني. هاي اللي بدي اوصله بالفيجواليزيشن، بقدر اشوف تاثير كل البارامترز. ايش انا دخلت هنا بارامترز؟ learning rate حطيته في الواي، و النمبر اوف استيميتور حطيته هنا في اللاينز بالنسبه للمين ابسوليوت ايرور. لكن كمينيموم كيف انه انت تحدده بخطوه واحده زي ما شفنا، بخطوه واحده، فطلعنا عندي هدول هم البيست بارامترز. تمام، طيب عقيت هذه الشغلة أنا سويتها بنستد لوب زي هيك، زي ما أنتوا شفتوا في الكود قبل شوية هنا. زي هيك في عندك في السايكت لير حاجة اسمها جريد سيرش. تمام، هذا بستخدمه في الهايبر باراميتر، انه انا اعمل تونينج للهايبر باراميتر، فبالتالي انه بديله اياه انه هاي الباراميتر جريد بديله اياهم انه هم يجربهم القيم. هنا عندي الباراميتر سي، هاي الفاليوز تبعته، تمام، وهي الكيرنل، وهنا عندي الباراميتر سي، هاي الفاليوز تبعته، وفي عندي باراميتر ثاني. يبقى انا جربت السي القيمه 1 10 100 1000 مع كيرنل لينير، تمام، وهنا جربته نفس البارامترز هدول مع كيرنل ار بي اف، تمام، وهنا في بارامتر ثالث اسمه الجاما. فبالتالي هو لوحده بروح بجرب كل الكومباينيشنز
وهي هنا example في الكود أعتقد. أو ممكن أدور هنا في الدوكيومنتيشن على example code إنه بتلاقي فيه complete example ممكن نحن نستخدمه. حنرجع له بعدين. تمام؟ بس الفكرة هنا في الموضوع إنه نفس الفكرة إنه الجريد سيرش هو بريحك وبعمل النستد لوب هاي وبجرب كل الكومبينيشنز وبقول لك إيش البيست باراميتر. فهذا بستخدمه في التونينج للهايبر باراميتر للإستيميتور. تمام؟ الآن بدنا ننتقل للدرس الأخير في الانترميديات اللي هو الداتا ليكج. في هذا الدرس احنا بنركز على اكثر المشاكل الشائعه اللي بيقعوا فيها الداتا ساينتستس. انه هو يعني بينخدع انه بفكر انه الموديل تبعه انه الاكيورسي تبعته جود، ولكن انه بيكون في عنده بعض التسريبات في البيانات. فالداتا ليكج او الليكج بتصير لما التريننج داتا تحتوي بعض المعلومات على التارجت. التريننج داتا بتحتوي بعض المعلومات عن التارجت. تمام؟ فبالتالي زي كأنه انت بتغششه. مش احنا دائما كنا ناخد نحدد الواي بتساوي البرايس وبنعمل له دروب. تخيل انه انت خليته، يعني هذا غش واضح عيني عينك. يعني انه انت بتقول له انه هاي الواي كانبوت وعمل لي اياه بريدكشن كاوتبوت، فهذا بنسميه داتا ليكج. تمام؟ لكن هذا الاشي بيصير انه واضح بشكل 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 جلي. لكن في بعض الاحيان ممكن انه انت تنخدع انه يكون في اتريبيوت مش البرايس ولكن في له علاقه بالبرايس بشكل مباشر. هاجيت حنشوف امثله بتوضح هاي الشغله. نعم. المشكله بتبين بس في الريدجنس. لا نعم في لا احنا ما حكيناش انه افضل شيء. نعم. في حدا ما سجلش بسرعه لو سمحت. لانه هي بتبحث وتعمل تريننج وبتبحث على داتا من نفس السورس. ده بتصير لحظه. في النهايه جذبتها صح تستنج فاليديشن بس هي واحده طبيعتها واحده. وجدت مشكله في كلام مش بين التفكير في الداتا ليك انه لما يكون عندنا فيتشر احد الفيتشرز هي بتغشش بيعطينا اكيورسي عالي بس تعال نزل في البرودكشن شيء سيء. على سبيل المثال لو انا عندي فيتشر باد فيتشر مثلا هي ارقام معطي يكون ريكورد رقم يونيك ID يعني تحطها في الكروس فاليديشن تعطيك اكيورسي يمكن 90%. ليش؟ لانه راح تطلع انه الارقام هذه اللي جايه مع الليبل هذا هي الايدنتيفاير. اها. يعني صار مثلا يقول لك الرينج من 1 ل 10 هم اوكي، الرينج من 9 من 10 ل 11 هم اوكي وهكذا. صار لطيف جدا. لما تحطه في البرودكشن يجيب له ID ثاني برا الرينج باللطفين. حاجات الداتا ليكج ممكن تصير معك لو سواء انت بتستخدم كروس فاليديشن او بتستخدم طريقه الهولد اوت انه انت تقسم ترين فاليديشن تيست. ممكن تصير هيك وممكن تصير هيك. هي السبلاي بتصير بنحط خارجيه بنضربش عليها اصلا. وهي بتقدر تعتبرها انه هي نفس الهولد اوت انه انت عندك التيست انه متوفر من البدايه وهداك التيست متوفر ليتر. بس الفكره انه في الموضوع انه انت عندك قسم في البيانات. هجيت فكره الكروس فاليديشن انه انا بدي احيد فرصه او خلينا اقول حظ انه التيست سيت هذه انه بتجيب سكور عالي مع هذا الموديل.
فبالتالي انه انت ممكن بالحظ انه انت اخترت هدول ال 10% او ال 20% من الـ من ال 1000 انستانسز هدول تعمل عليهم تيست حظك طلع حلو كتير انه بجيب سكور عالي. لو 1000 غيرهم لا بيكون اداءه سيء. فاحنا ايش بدنا نسوي؟ بدنا نختبر على كل الداتا سيت. فهيك انت بتقدر تقول انه لا استبعدت الحظ في الموضوع. اذا عندي فيشر بتغش زي ما بتحكي زي الاي دي غش شاه هو وخدعانا في الشغل زي ما بيقول عندي اي دي لكل ريكورد ما في هدف بس انا كيف بدي اعرف فيشر زي ايش مواصفات الشيء اللي عندي فيشر مش مواصفات الشيء اللي مش فيشر ما هو هاي الشغله انه انت لا ما عرف بدك بالضبط معرفتك في البيانات هو شوف بناء الموديل زي ما قلت لك يا دوبك 10 دقائق 20 دقيقة وخلاص. اما الوقت اللي انت بتقضيه مع البيانات من البداية انه انت تفهمها وتعرفها وتعرف علاقة كل هذا كل الاتريبيوت مع الاتريبيوت وزي ما شفنا في الفيجواليزيشن شوف لي علاقة هذا مع هذا كل يعني انت في عندك في الفيجواليزيشن يا اما بتكتشف ترند اذا كان في عندك تايم سيريز او انه انت بتكتشف ريليشن بين اتريبيوتس فبتصير انه انت كل اتريبيوت مع التارجت في الغالب زي هيك وممكن تشوف تو اتريبيوتس مع بعض كل اتريبيوت مع التارجت كل اتريبيوت مع التارجت وبتقدر تشوف انه تو اتريبيوتس مع بعض بتعملها في يعني في حتى بعض منكم انه عامل ماتريكس زي هيك عامل فيجواليزيشن لكل الاتريبيوتس في واجب الفيجواليزيشن هلقيت حنشوفه كمان شويه تمام فهاي شغلات بتبين من الأول بالإضافة لشغلات إنه أنت بتيجي تسألها إنه هل هذه المعلومة حتكون متوفرة عندي وقت البرودكشن يعني المثال اللي هنا إنه أنت بتيجي بتقدم كريدت كارد أبليكيشن تمام في واحدة من الاتريبيوت اللي هو الميجور كاردز هذه عبارة عن باست ديتا انه انت عندك عبارة عن اشخاص موجودين عندك في البنك وانت بتشوف كم بطاقة موجودة عندهم تمام وانت بدك تستخدم هذه البيانات عشان تقرر انه انت تعطيه بطاقة ولا لا فبالتالي هاي المعلومة مش متوفرة وقت البرودكشن يعني انت عندك زباين اوريدي عندهم كريدت كارد بدك تدرس البروفايل تبعهم انت كيف البنك بده يخسر كيف بده يقرر البنك عادة بيجي بعطي لك بطاقة وبقول لك انت بدك تشتري معكاش فلوس هلقيت ولا يهمك تمام خد اسحب بالماينس على المكشوف ولما يجيك فلوس بتسدد كل البنوك شغالة على هذا الأساس ما بتقلقش من ناحية الفلوس فأنت إيش بصير أنه أصابعك هيك بتدغدغك تمام بتصير أنه أنت بدك تستخدم الكريدت كارد على الحامي وعلى البارد طيب هجيت بدنا نختار الكاستمرز اللي فعلا عندهم القدرة أنه حتى لو نزل بالماينس أنه يسدد إيش الفايدة أنه أنا أعطي كريدت كارد كريدت كارد كريدت كارد كلهم بيزلوا بالماينس وكلهم فلسين بيسددوش فانت بدك تستخدم معلومات او بروفايل الكاستمرز اللي اوريدي عندهم كريدت كارد وبدك تشوف بالضبط فبالتالي هذا الاتريبيوت بيوضح لك كم بطاقه موجوده عنده فهذا مش موجود وقت البرودكشن لما انت كاستمر جديد بده يجي يقدم لك هو اصلا ما عندوش اوريدي بطاقه بالضبط فبالتالي هذه الشغله مش موجوده هذه شغله والشغله الثانيه انه بتقدر تعتبر انه هنا في عندك داتا ليكج لانه له علاقه بشكل كبير بالتارجت له علاقه بشكل كبير بالتارجت هجيت حشرحه بالتفصيل تمام حنرجع للمثال بس حكينا انه النوع الاول بنسميه يبقى حكينا انه لما انت في التريننج داتا بتحتوي على معلومات على التارجت تمام ولكن هذه البيانات مش حتكون متوفره لما يتم استخدام الموديل في البريدكشن يعني وقت ما تنزل الموديل على البرودكشن
في الخدمة، لما تحطه في الخدمة تمام، هذا بيؤدي انه البرفورمانس تبعك انه يكون عالي جدا وقت بناء الموديل ولكن سيء للغاية في وقت البرودكشن تمام. في انا عندي نوعين منها، في عندي تارجت ليكج وفي عندي ترين تيست كونتيميشن. كونتيميشن يعني تلوث، انه في انا عندي الترين والتيست فيهم تخليط نوعا ما، فيهم تلوث نوعا ما. نبدا من النوع الاول التارجت ليكج، هذا بيحدث لما البروديكتور تبعك تمام بيستخدم بيانات، البيانات هذه مش متوفرة وقت البريدكشن، فبالتالي أول طريقة إنه أنت تيجي تحدد إنه أنت في عندك تارجت ليكج أو لا، إنه أنت تشوف كل أتريبيوت هل هو حيكون المعلومة هذه متوفرة وقت البريدكشن أو وقت البرودكشن أو لا تمام. يعني على سبيل المثال تخيل انه احنا بدنا نعمل بريدكشن لمرض معين، اللهم عافينا جميعا تمام، وهي عينة من البيانات، هاي المرض هذا انه انا عندي ترو او فولس تمام، يبقى هذا سجلات لمرضى تمام، وانه هنا ترو او فولس، وهنا ايش بتلاحظ انه اخذ انتيبيوتيك او لا، هنا ايش بتلاحظ انه اللي عنده انفكشن اللي ما عندوش انفكشن ما اخذ انتيبيوتيك، هاي حالتين، واللي كان مصاب اخذ انتيبيوتيك. يبقى هذه البيانات لمرضى اوريدي موجودين عندي وانه انا شخصتهم او لا، وفي عندي معلومات انه هو اخذ انتيبيوتيك او لا، فبالتالي بدي اجي اطلع على علاقه هذا الاتريبيوت الاول بالاتريبيوت هذا، في انا عندي علاقه كتير كبيره، فبالتالي هذا بنسميه تارجت ليكج. هذه شغله. الشغله الثانيه انه هل هذه المعلومه اصلا متوفره انا موجود عندي، ممكن يكون متوفر انا عندي معلومة الايج الويت، هل هو ميل او فيميل، لكن هذه المعلومة مش متوفرة انا موجودة عندي. تمام، فبالتالي هنا في بعض المعلومات هذا التايم، في بعض المعلومات بتكون ممكن استخدامها وقت بناء الموديل بناء على البيانات اللي عندي، وقت البرودكشن بتصير هذه المعلومات مش يوزبل، مش متوفرة تمام. نيجي للنوع الثاني اللي هو الترين تيست كونتيميشن. هذا بيصير لما انت بتكون فعلا مش قادر انه انت تميز بين الترينينج من الفاليديشن سيت تبعتك او التست سيت تبعتك. يعني على سبيل المثال تخيل انه احنا بنعمل بري بروسيسنج زي الامبيوتيشن اللي احنا عملناه للميسنج فاليوز قبل ما احنا نعمل الترين تيست سبليت، هذا بتعتبره ترين تيست كونتامينيشن. كمان مره، لو انا عملت بري بروسيسنج وعملت هاندل للميسنج فاليوز قبل ما اعمل ترين تيست سبليت، قبل ما استدعي هاي، هذا بيؤدي انه يكون في عندي
خلط بين التريننج والتست. ليش؟ لانه انا استخدمت معلومات موجوده من كل الداتا سيت قبل ما انا اقسمها، تمام، وجيت استخدمتها في الفيلينج للميسنج فاليو. بس انا بدي افترض انه انا بدي اقسم البيانات من الاول، وباجي بتطلع على الميسنج فاليو كيف بدنا نعملها هاندل، او الون هوت انكودنج كيف بدنا نعملها هاندل. بتتذكروا لما اجينا لنقطه الون هوت انكودنج، انه انا مثلا في عندي بعض الكاتيجوري موجوده في التريننج مش موجوده في التست، وحددنا الباد اتريبيوت وعملنا لها. طب ليش ما عملنا هذا الاشي من الاول على الداتا سيت قبل ما نقسمها؟ لانه هذا الاشي بيؤدي للداتا او ترين تيست ليكج، انه انت في عندك معلومات في التريننج والتست انه تم خلطها مع بعض قبل ما اعمل سبليت. واضح يا جماعة؟ واضح؟ طيب خلينا نشوف مثال. قبل ما نشوف المثال بدي أتأكد منكم إنه أنتم واضحة عندكم الأمور، واضح الفرق بين التارجت ليكج والترين تيست ليكج أو كونتينيميشن. الأولى واضحة والثانية؟ ممكن يكون في مشكلة برضه بين الأولى والثانية. كيف مشكلة بين الأولى؟ مشكلة في الشركات. يعني في عندي داتا ليكج، في عندي داتا أخصار، عندي برودكشن مش موجودة عندي. يعني زي المثال هذا. ونفس القصة الثانية، في داتا ممكن تنعمل ترين تيست، يعني تلخبط معي الأمور. طيب نعم، بس انا بدي الكونسبت انه يكون واضح. يعني هنا احاول انه الخص الموضوع. يعني الداتا ليكج في منه نوعين، تارجت و ترين تيست كونتيمينيشن. التارجت لما يكون في عندي مش اوكي سيميلر ان اتريبيوت لايك ذات تارجت والمثال تبعها هي انه انا عندي هنا هذا اخذ مضاد حيوي او لا، وهنا تشخيص. انه انت تعال تطلع عليها بالعقل، يعني انه انت بدك تعمل بريدكشن انه هذا مصاب او مش مصاب. ما طبيعي جدا انه المش مصاب ما اخدش مضاد حيوي والمصاب اخد مضاد حيوي. هذه نقطة. فبالتالي هذا يعني انت كيف تعرف انه هذا مصاب ولا مش مصاب؟ اللي اخد مضاد حيوي مصاب، واللي ما اخدش مضاد حيوي مش مصاب. فبالتالي تقدر تستدل من هذا الاتريبيوت لوحده على التارجت. هذه نقطة. والنقطة الثانية انه هذا الاتريبيوت مش افيلبل، حيصير في وقت البرودكشن. لانه احنا كيف نتعامل مع الموضوع؟ هذه داتا سيت لمرضى سابقين، انه انت اجيت فحصتهم لقيت في عندهم تشخيص، وبناء على هذا الكلام رحت اعطيتهم مضاد حيوي.
بس هذا الكلام انه انت بدك تيجي تعمل بريدكشن بناء على بعض المعلومات. تلاحظ انه انت في عندك هنا نقط، النقط هذه ممكن تحتوي على تحليل دم، مستوى السكر، الضغط، الشغلات الثانيه بالاضافه للعمر والوزن، وهل هو ميل ولا فيميل. فبالتالي هاي الشغلات ممكن تكون متوفره من البدايه، بس هاي المعلومه بتكون مش فاليد وقت البرودكشن. لما يجي عندك مريض جديد انت بتقدرش انه انت تقول انه هو اخذ مضاد حيوي او لا الا اذا انت بتكون شخصته في الاول. طب بالتشخيص هو التارجت تبعي، تمام؟ فبالتالي هنا بدنا نضيف معلومه هنا انه ان اتريبيوت بدنا نسميه مثلا اكس سمول لايك ذا تارجت اتريبيوت اللي هو الواي، وبدي اضيف انه الاند اكس از نوت افيلبل ات ذا برودكشن تايم. هيك الاولى واضحه تماما، تمام؟ واضحه للكل؟ في حدا عنده مشكله؟ طيب نيجي للترين والتست كونتامينيشن. انه هاي بتصير انه معناها انه you can't really distinguish between train and test data. صار في بيناتهم خلط يعني، بمعنى انه انت في عندك يعني احنا دائما كنا نقول انه train validation test حاجات، لو صار في تداخل في البيانات هذه خلص بطل split، وزي كأنه انت بتغششه في جزء من البيانات، وهذا بنسميه train test contamination. انه بصير في عندي data leakage، في خلط بين الترين والتست. فبالتالي هنا فيش انا عندي حد فاصل اقول هذه التست ملوش دعوة بالموديل بالمرة، عمروش شافه. ولكن لو كان في تسريب لبعض المعلومات، ايش هي المعلومات هذه؟ تسريب، هو فعلا تسريب ليكج. ايش هي الليكج؟ انه when you handle او بتعمل pre-processing data before splitting، هذا بيؤدي ل train test contamination او بالاحرى data السبب في ذلك. ناخذ مثال الليبل encoding. في الليبل انكودينج احنا كنا نعرفه زي هيك، ماي انكودر ايش بتساوي؟ ليبل انكودر، تمام؟ فالهدف تبعه انه يحول لي هذه الكاتيجوري على سبيل المثال لا زيرو واحد اثنين ثلاثة، صح؟ كيف بيسوي هاي الشغلة؟ بروح بتطلع على العمود بشوف كل الفاليوز، وبروح انه
حقيت لو عملت هاي الشغلة قبل السبلت معنى ذلك انه انت وزي كأنه انت بتعرف كل المودن الممكنة تمام اللي حتجي لك في الامتحان ان صح التعبير ورحت عملت لها انكودينج. لكن لو عملت ترين تيست سبلت ويجالك في الامتحان انه انت عندك المودن هي زي هيك هذا في الترين تمام وفي التست يجالك نفس المودن المودن وزيادة عليهم عم استفدى هذا غش ولا مش غش مش غش كيف؟ لانه في الريال في البرودكشن في الريال يعني في 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 في, في البزنس لما انت في الشركه ممكن انت يجي لك انه اكزامبل انه حجز في مدينه ما كانتش موجوده انت عندك في التريننج لكن لو انت كنت يعني هيك انت يعني بتفحص الموديل تبعك كيف حيتصرف لو اجى اكزامبل في مدينه من المدن مش مرة عليه في التريننج ملهاش ليبل انكودينج هنا كيف راح يتصرف انت فعلا بتفحص انه كيف راح يتصرف الموديل وكيف راح يكون تأثير انه المدينة هذه الزيادة اللي جاية عليه كيف راح يكون تأثيرها على الاكيوريسي تمام فبالتالي هذا الانكودينج تبعه راح يصير زي هيك يبقى هنا before splitting تمام وهذا بدنا نسميه data leakage وهنا train test وهنا no data leakage هذا مثال بسيط على label encoding تخيل الوان هوت انكودينج اجيت في الوان هوت في الوان هوت انكودينج ايش بروح بيسوي لكل كاتيجوري بروح بيسوي عمود تخيل انه في التست في كاتيجوري مش موجوده في التريننج هذا ايش بيؤدي انه التست داتا يكون فيها عمود زياده لو انت طلعت على كل البيانات قبل ما تفصل انت بتغش لكن لو عملت ترين وتست سبلت وعملت ليبل انكودينج انت فعلا بتفحص الموديل تبعك كيف حيتصرف لو فعلا انت نزلته الخدمه لانه احتمال انه تجي لك كاتيجوري عمرهاش مرت على الموديل كبير جدا وضحت يا جماعه وضحت يا جماعه تمام طيب نيجي للمثال هاي المثال هجيت بدنا نشوف طريقة عشان نكتشف ونعمل ريموف للتارجت ليكج بدنا نستخدم داتا سيت من الكريدت كارد ابليكيشنز تمام طبعا هذا كلام هاي الكود تبعه هاي تحميل الداتا سيت تمام وهنا عندي الواي الكارد وعملنا دروب لهذا الاتريبيوت من الداتا فبالتالي انه هذا الاكس كم انا عندي سجل عندي 1319 سجل كيف شكلها شكلها زي هيك هنا الريبورتس الايج الانكم شير اكسبندتشر النفقات الاونر اذا هو مالك البطاقه او لا سيلف امبلويد ديبندنس عدد الاشخاص اللي بيعولهم كم شهر انه حامل البطاقه الميجر كارد والاكتف ولا لا هنا نشوف ايش وصف الاتريبيوت الكارد
واحد إذا كانت الكريدت كارد أبليكيشن أكسبتد ولا لا، وزيرو معناها إنه مش أكسبتد. الريبورتس هي عدد المرات اللي صار فيه ريبورتينج للكريدت كارد هذه إنه هي نزلت بالباينانس وما سددتش. الايج، الانكم هو اليرلي انكم ومقسمينه على 10,000، وبتطلع انه هي كنسبة مئوية، يعني اذا كان اقل من 10,000. الشير هي عبارة عن النسبة بين النفقات والانكم. اكسبندنتشر النفقات متوسطها. الاونر انه واحد اذا هو بيمتلك البيت، وزيرو اذا كان اجار. سيلف امبلويد انه واحد اذا كان سيلف امبلويد، وزيرو اذا كانت نوت. الديبندنس اللي هو عدد الاشخاص اللي بيعولهم. هنا المانث انه عدد الشهور اللي كان يعيشها في العنوان الحالي. طبعا هاي الشغلات كتير مهمة بالنسبة لإلي، بالنسبة للبنك، عشان يقدر يحدد انه هو يعطي له كريدت كارد او لا. ليش؟ لانه على سبيل المثال انه عدد الاشهر هنا لو كانت كتير شو بتعني؟ مستقر. لكن لو كانت انه عدد الاشهر انه في الكرنت ادرس انه يعني كل شويه انه فطاطي، بستاجر بيت بدفعش الاجار، يمكن بروح بطرد صاحب البيت بروح على بيت ثاني وهكذا. تمام. فالريشيو هذه كذلك معلومه مهمه، انه هي بدي اشوف النسبه بين اليرلي انكم والنفقات الشهرية للكريدت كارد. كذلك الانكم داخل في الموضوع، اذا كان هو بيمتلك بيت او لا. فكان بيمتلك البيت، لا بحسن وضعه، لو ما سددش بناخذ منه البيت. تمام. فبالتالي هذه المعلومات كلها. وهنا active اللي هو number of active credit cards. بدي اياك تفكر معايا، ايش الشغلات اللي لها علاقة بالتارجت؟ يعني التارجت تبعي اللي هو الكارد، واحد اذا كان الكارد ابليكيشن اكسبتد، وزيرو اذا لا. خليني اتأكد هنا من الموضوع. بالضبط هذا هو التارجت تبعي، الكارد هذا أول واحدة. فكر معي. نعم. ليش؟ لأنه إذا كانت الكارد أكتف واحد، معنى ذلك إنه الكريدت كارد أبليكيشن أكسبتد. ولو واحد جديد جاي يقدم عندك إنه بده ياخذ كريدت كارد، هل هذه المعلومة موجودة؟ لا. شو في كمان؟ ميجور كاردز برضه نفس الفكره، لانه انت في البنك ممكن تاخذ بطاقه واحده او ممكن تاخذ بطاقتين لك وللعيله تبعتك ان هم بيستخدموها. تمام، خذوا اصرفوا ما يهمكوش. شو كمان؟ شو كمان؟ في ضايل واحده، في ضايل واحده، الشير. الشير اللي هي بالضبط تبعت الكريدت كارد بالنسبة لل... هاي المعلومة مش هو ما عندوش بطاقة لسه عشان نجيب قديش النفقات تبعت البطاقة. ضايل كمان واحدة. يبقى الشير والإكسبندنتشرز هذه برضو تارجت ليكس. ضايل كمان واحدة.
الريبورت. حقيقة الريبورت معناها انه كل مرة بنسجل كم مرة هو نزل بالماينس وما تأخر في التسديد، فبالتالي هنا طلع في البيانات انه زيرو هذا ولا مرة زي هيك، تمام؟ فبالتالي انا في السنة مثلا نزلت مرة في الماينس وما سددتش، بتسجل انا عندي واحد اثنين ثلاثة اربعة زي هيك، او اربع مرات انا نزلت بالماينس وما سددتش، معنى ذلك انه الرواتب بتتاخر، فيش عندي رواتب من اصله، فبالتالي انه انا منزل بالماينس بغطيش. فهاي المعلومه اصلا مش موجوده راح تكون الا اذا عندي بطاقه وانا جاي اقدم على بطاقه. فهدول قديش عدينا؟ هاي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة attributes. شايف قديش هدول؟ بدك تحددهم بهاي الطريقة، تمام؟ زي ما أنا سويت بالضبط. بدك تيجي تقرأ البيانات أنت عندك زي هيك وتفهمها كويس، وتفهم الدومين، وتفهم في البنك أنتوا كيف تشتغلوا، كيف تقبلوا البطاقات، إيش المعلومات اللي أنتوا بتستخدموها لما حدا يجي يقدم البطاقة. بيجي بقول لك بنشوف قديش انه هو ساكن في العنوان الحالي، ايش الدخل تبعه، قديش عدد الاشخاص اللي بيعولهم، بحكي لك المعلومه انه هل هو ايش الوظيفه تبعته، هل هو سيلف امبلويد ولا لا، تمام؟ فبتلاقي انه المعلومات هذول كلهم اللي اعطوا لك اياها، انه في كتير شغلات مش موجوده. طب ماشي مش موجودة، شو السبب؟ وهل هي إلها علاقة بالتارجت؟ إلها علاقة كبيرة، فبالتالي إنه هذا تارجت ليكج واضح جدا، تمام؟ فبالتالي صار واضح هذا الإشي بالمثال. طيب طيب ممكن نستكشف كمان بالكود أكثر؟ بدنا نشوف قديش عدد البيانات اللي فيها، يعني إنه عدد السجلات اللي فيها نفقات، تمام؟ وعدد السجلات اللي ما فيش فيها نفقات، وجينا حددنا انه تقريبا 2% انه فيش عندهم expenditures، نسبة ضئيلة، فبالتالي انه نقدر نحدد انه expenditures اللي عنده بطاقة معنى ذلك انه عنده نفقات، انه من كل الداتا ست تبعتي اللي هي 1319، تمام؟ كلهم عندهم نفقات ما عدا بس سجل واحد اللي هو بمثل انا عندي تقريبا 2 من 1000. بالمناسبة هنا طبق الكروس فاليديشن على كل الداتا سيت هذه قبل ما نحدد انه هدول داتا ليكج، قديش جاب النسبة؟ 98، يعني حاجة واو خالص، يعني نسبة عالية. طيب هدول اللي احنا رشحناهم انه هم عبارة عن potential leaks، عملنا لهم drop ورحنا طبقنا كمان مرة cross validation، قديش هذا هو الموديل الحقيقي؟ 83%. مش حاجة ايش؟ مش حاجة في الريبورت، نعم. فبالتالي فعلا اداني الموديل الحقيقي قديش اداؤه. لو انا ما اخذتش بالي من الشغلات هذه، رحت اخذت البيانات وقلت له انا داتا ساينتست وياي، قلت له الاكس وهي الواي، هوب 98%، يعني حاجة ممتازة، تمام؟ اجيت رحت نزلته، بيقول لك انه اول ما يجي ينزل يعني شغله انه بدي له نتائج او نسبة متدنية او
انه في معلومات اصلا اوريدي مش موجوده عندهم، فبالتالي انه بيروح بيطلع لنا زي الايرورز اللي احنا كنا نشوفها انه عدد الاتريبيوتس مش كونسيستنس. تمام، حكيت بدنا نشوف الاكسرسايز هذا. اثنين من ألف. يعني السجل واحد. ملوش نفقات، نفقات زيرو. يعني عندك واحد من 1319 عنده بطاقة بس ما عندوش نفقات. تمام؟ كيف؟ ماشي، هنا عندك واي وهنا نت واي. يعني احنا عنا هذه باينري 0 1 واي ونت واي. تمام، فجيت هذا ممكن تصدف ان انا عندي بطاقه اوريدي بس بحب ادفع كاش، مش فيش نفقات من البطاقه، او بمعنى اخر انه لسه ما اخذ البطاقه جديد، انه انا دخلت الداتابيز عندهم تمام واخذوا سناب شوت منها ولسه ما اخذ الداتا الكريدت كارد من يومين، يعني لسه ما لحقتش اصرف. فهو بحاول انه يشوف انه ايش علاقه هذا الاتريبيوت، كل عندهم كريدت كارد في عندهم مصروفات، فبالتالي هذه عباره عن داتا ليكج. تمام، فهذا الواحد اللي من 1300 بيمثل نسبه 2 من 1000. لا عفوا مش هيك عفوا. هذه نسبة 100%، هذه نسبة 100%. لا مش 100%، هذه واي وهذه نوت واي. فهنا طبعا الفراكشن، هذه فراكشن of those who didn't receive the card and who had no expenditures، انه هو ما عندوش بطاقة وما عندوش نفقات، هذه عبارة عن سجل واحد. تمام، وهنا الفراكشن who received card and had no expenditures 2 من 1000. يبقى كمان مرة، هذه الفراكشن للأشخاص اللي ما استلموش بطاقة وفيش عندهم نفقات 100%، انه فراكشن هذه كلهم، كل اللي ما استلموش بطاقات ما لهمش نفقات، ما لهمش مصروفات. وهنا اللي استلموا بطاقه وما لهمش اكسبندنتشرز هي عباره عن 2 من 1000. يبقى 2 من 1300، 2 من 1000 من ال 1319 ليه تطلع عبارة عن شخصين فقط تقريبا. تمام، يعني أنا عندي هنا في البيانات إنه أنا عندي في التارجت هذا، لو إحنا بنقدر نشغل هذا الكلام على النوت بوك، لو شفنا البيانات قبل ما احنا نعمل دروب للواي من الاكس، بتلاقي انه الكارد هنا انت عندك 0 او 1. 0 معناه انه عنده بطاقة accepted و1 ما عندوش بطاقة. لا احنا لا بالطريقتين، انه احنا اجينا خمننا هنا. تمام، اجيت قرات البيانات من غير ما انا اعمل كود، هذه لها علاقه لا ما لهاش علاقه؟ قلت لها علاقه، ممكن افحص بالكود كمان، وفحص لوحده بس. فحص لوحده بس، هذه برضو ممكن انت تشوف النسبه اللي عندهم بطاقه قديش، انه الميجور كارد تبعتهم انه واحد، واللي ما عندهم مش انه زيرو. او فيجواليزيشن بار
بار تشارتس. تمام؟ طيب نشوف الاكسرسايز هذا. في انا عندي هنا شو ليسز برضو بحاول بدك، بس بدك يعني بدكم تاخذوا وقتكم فيه انه انت تقرا كويس، موضوع مش نسخ ولصق كود. تمام؟ فبالتالي بدك تقرا الدومين كويس عشان تقدر تحدد. الفكره تبعته انه انت في عندك مصنع للاحذيه، تمام، وبحاول انه بده معلومات معينه، فبالتالي في شغلات لها علاقه بالاستهلاك عشان تتحدد الانتاج المبيعات، فهل في داتا ليكج او لا. شوف اقرا كويس، تمام، وبعديها بنحل الاكسرسايز مع بعض بعد ما تخلصوا. طب هي كلها اجابات انه بشكل عام انه يعني المساله الاولى لمصنع احذيه، تمام، صاحب المصنع بيحكي انه في اوريدي عندهم موديل وبعمل بريدكشن لكميه الاحذيه اللي هم بيحتاجوها كل شهر، فبيستخدموا الفيتشرز هذه اللي هو الشهر الحالي يناير فبراير، تمام، والنفقات اللي استخدموها في الاعلانات الشهر القادم، لان هم بيتوقعوا نفقات الاعلانات الشهر السابق عفوا يكون مردودها في الشهر الحالي. تمام، انت عملت حمله اعلانيه بتتوقع الناس تشتري منك انه كميه اكبر، فبالتالي انه الاعلانات في الشهر السابق، تمام، والشهر الحالي، بالاضافه لمجموعه من الماكرو ايكونوميك فيتشرز جايه من الاقتصاد الكلي. ماكرو ايكونوميك الاقتصاد الكلي، مايكرو ايكونوميك اقتصاد جزئي. زي ايش مثلا؟ شغلات لها علاقه بالاقتصاد الكلي، شغلات خارجه عن الكنترول تبعنا او الكنترول، زي مثلا الانيمبلويمنت ريت، معدل البطاله. هو بنظر هنا كل ما يزيد معدل المطالب معناها بتقل المبيعات عندي، فبالتالي انه فيتشر ريليتد، بالاضافه للفيتشرز الثانيه اللي لها علاقه بالوضع الاقتصادي من ناحيه ماكرو ايكونوميك بشكل عام. تمام، فهدول لا شك انه ما فيش فيهم داتا ليكج يعني. واخر فيتشر اللي هو كميه الليدر الجلد اللي تبقى عندهم من اللي موجود عندهم بيستخدموه في الشهر الحالي. ايش؟ نعم، فهو بيحكي انه الموديل بيشتغل بيرفكتلي، فبالتالي انه احنا بدنا نشوف هل الفيتشر هذا الليدر، ما هو كمية الجلد لها علاقة ب عدد الأحذية أو كمية الأحذية اللي هم بنتجوها أو محتاجينها، فهل في هنا data leakage ولا هل بتعتمد؟ فإيش الجواب؟ الجواب يا إما في عندي data leakage أو إنه it depends. إيش الجواب؟ نعم؟ إيش يعني لو في؟ لا، الجواب جوابين، يا اما بتقول انه في تسرب، او بتقول لا ممكن اقول في او ما فيش، بيعتمد على 1 2 3. نعم، ايش الجواب؟ ايش الجواب؟ كميه الجلد المتبقيه من الاخر او المنتشره اول شهر ولا اخر شهر انت اب يوزنج ذا كرنت مانث، يعني انه في اخر الشهر قديش تبقى عندهم جلد؟ كيف؟ لا، هذه بيانات انه سابقه،
فالكرنت مانث ممكن انه انت يدل عندك انه الكرنت مانث ممكن تعتبره الشهر الحالي شهر فبراير، فبالتالي انه بتصير القراءات عندك بالنسبه لشهر فبراير انه قديش الكميه اللي انتهوا فيها في اخر شهر فبراير، قديش ضل عندهم جلد. انه اشوف انه انه اشوف العلاقه برمجيا. طب في طريقه ثانيه؟ هذه ممكنه بس في طريقه ثانيه. لا لا هذه شغلات انه ملناش احنا فيها، احنا بنحكي على الفيتشرز اللي موجوده هنا بس. ايش الطريقه الثانيه؟ بدي ارجعك للكريدت كارد قبل، يعني الكريدت كارد اكزامبل، انه احنا كيف مش احنا كنا انه انت بتروح وبتسالهم انه لما يجي يقدم الطلب ايش المعلومات الموجوده ايش المعلومات اللي مش موجوده؟ فهنا الجواب انه it depends. ليش انه it depends؟ لانه انت بدك تسال انه هم انه بيجيبوا كميه الحداء هذه انه في اول الشهر ولا في اخر الشهر، فبالتالي القراءات هذه عندهم في اول الشهر ولا في اخر الشهر بهذا الشكل، تمام؟ فاذا كانت انه كميه الحداء هذه انه القياسات انه او البريدكشن بيعملوه في بدايه الشهر ممكن تعتبر انه هو تسرب، لو انت عفوا ما تعتبروش تسرب، لو كانت في اخر الشهر ممكن انه انت تعتبره تسرب، فبالتالي الجواب انه الجواب تريكي، فبالتالي بيعتمد على الديتيلز تبعت الكوليكتد داتا، انه هل انت بتجمعها في اول الشهر ولا في اخر الشهر، تمام؟ فبالتالي انت بدك تسالهم بشكل مباشر تعرف متى البيانات هذه بتتجمع عشان تقدر انه تحدد انه في تسريب او لا، تمام؟ هنا بسأل عن الأحذية المرجعة. إنه أنا في عندي فكرة جديدة إنه أنا ممكن أستخدم كمية الجلد اللي تم طلبها في المصنع، تمام؟ فبالتالي إنه وبدي أشوف إنه لو اعتبرنا انه فبالتالي انه بحكي انه بحاول انه يحكي انه لو بتعتمد بتعتمد على ايش؟ أو على عدد الأحذية المرجعة. نعم. صحيح. برضو كمان ذلك إنه بيعتمد. بدك تحدد هنا لو بحكي لك إنه أنت هل الأحذية تنطلب أول بعديها بتعمل طلبية للليذر، ولا أنت بتعمل طلبية للليذر بدون ما تكون عارف قديش طلبية الأحذية اللي مطلوبة عندك؟ فبالتالي عشان هيك أنا بقول لك إنه أنت بدك تكون إنه engaged في الدومين، وإنه أنت تعرف كيف البروسيس بتصير، إيش ترتيب هذه قبل هذه. فإذا كان إنه كمية الأوردرز تنطلب قبل كمية الليذر، معنى ذلك إنه في تسريب. ليش ما عنديش مشكلة؟ انت تطلب قبل مدعوة المبيعات مش تسريبه. لا هو المطلوب هو التارجت انا عندي انه انا بدي اعمل بريدكشن لكمية الاحذية اللي انا بدي انتجها. تمام. فهلقيت اذا انت طلبت جلد بناء على كمية الاحذية اللي انطلبت منك، فبالتالي
هذا بيعتبر تسريب. نعم. بغض النظر عن التارجت. بالضبط. بالضبط. فأنت بدك تسأل البروسيس عندهم في المصنع كيف إنه بتصير. طيب. نيجي لدومين مختلف. كريبتو كرنسيز. عارفين العملات الرقمية أكيد طبعاً صح؟ زي إيش؟ غير البيتكوين. ليبرا غير الليبرا. وإيش؟ والسويس كوين. داك دي اي جي ولا سي دي اي جي. هذا اللي بعملوا لها تسويق. طيب بحكي انه صديقي واللي هو كمان اصلا داتا ساينتست بحكي انه بنى موديل تمام ممكن يحولك لمليونير. كيف؟ لا صديقه الداتا انت داتا ساينتست صديقك داتا ساينتست يعني زي ما انتوا قاعدين جنب بعض زي هيك مليونير. هو صار هو بيقول قاعد انه انا الناس اللي عملوا كتب كيف تصبح مليونير في اسبوع صاروا مليونيرات مش عارف ممكن ورا الكتاب صار هذه الشغلة زي كأنه قرأتها زي كان في بوست أو حاجة زي هيك إنه يقول لك إنه كيف تعيش حياتك سعيدا واللي ألف الكتاب مات منتحر. الحق عليه. طيب حقيت الفكرة في الموضوع إنه صاحبك أنت وصحابك اثنين أنتوا داتا ساينتست فهو بيجي بيقول لك إنه أنا بنيت موديل ما يخرش المية. بعمل لي بريدكشن لأسعار العملات الرقمية فبالتالي لما تنزل بنشتري لما تطلع بنبيع فبالتالي حنصير مليونيرية تمام؟ فالفكرة انت كيف بدك تشوف انه الموديل تبعه ممتاز ولا لا؟ بدك تشوف في داتا ليكج او لا شي يجي يضحك عليك انت برضو داتا ساينتست فبدك تشوف فبقول لك انا ايش استخدمت في الموديل تبعي؟ استخدم الكرنت برايس السعر الحالي وبعدين كمية العملة اللي انباعت في آخر 24 ساعة أكم حبة أكم عملة نقدية والتغيير في السعر في آخر 24 ساعة ممكن يكون هذا بالبلس وبالماينس هذا عبارة عن رقم بحدد كمية الحبات اللي انباعت وهنا التغيير في السعر ممكن يكون بالبلس وبالماينس وهنا برضو التغيير في السعر بس لآخر ساعة وهنا عبارة عن فيتشر خارجي خالص وهو على فكرة الترند المستخدم حاليا في التنبؤ في أسعار الأسهم والكريبتو كرنسيز إنه أنا بدي أشوف عدد التويتس في آخر 24 ساعة اللي بتعمل منشن لهذا الكريبتو كرنسي الناس بتحكي عليها كتير ولا بتحكي عليها كتير ممكن يرتفع سعرها تمام زي ما بتلاقي انت كل شويه انه البيتكوين وصل سعرها تخطط حاجز ال10000 او ال11000 بتلاقي تويتات واخبار وكذا فبالتالي لها علاقه لما يصير هذا له منشن كتير في الاخبار له علاقه بسعر السهم وبالمقابل بيجي بقول لك البيتكوين تهوي الى ال4000 فبالتالي راح تنذكر هيك وراح تنذكر هيك فبالتالي فيتشر له علاقه كتير بالتارجت بقدر انه انا استخدمه كتنبؤ في التارجت هلقيت السؤال في واحدة من هدول ديتا ليكج خالص نعم الجواب صحيح لانه في شيء ولا واحدة فيهم له علاقة بشكل مباشر وكلها متوفرة لما انت تيجي تعمل عملية لما تيجي تنزل السيستم في الخدمة وتعمل البريدكشن وقت البريدكشن كل الشغلات هذه متوفرة متوفر انت عندك اخر 24 ساعة
والسعر الحالي وكمية التغيير في آخر 24 في آخر ساعة وعدد التويتس في آخر 24 ساعة برضو بتقدر إنه أنت تجيبهم. طيب عندنا المسألة الرابعة والخامسة. الرابعة إيش بتحكي؟ تمام ماشي. الرابعة عن منع الانفكشن، منع الإصابة. فينا عندي ايجنسي بتقدم رعاية صحية ترغب انه هي تعمل بريدكت للبيشنتس من عمليات نادرة واللي بتسبب لهم انفكشن. ايش المقصود بهذا الكلام؟ العمليات الجراحية بتصير بشكل كبير بس للأسف في منها نسبة مش آثار جانبية، ممكن انه لا سمح الله يصير في انفكشن لمرض تاني بسبب عملية جراحية، انه بسبب انه مثلا المواد كانتش معقمة او انه صار في نقل الدم، انه كان في اصابة بمرض تاني ملوش علاقة اصلا بسبب العملية هاي، فهي مقصود بالانفكشن. تمام؟ فبالتالي اذا كان في عندي انفكشن قدرت اتنبأ بهذا الكلام بدنا ننبه الممرضات او الممرضين تمام انه يتعاملوا بحذر مع هدول البيشنتس عشان ما يصيرش معهم انفكشن برضو هم كمان. فبالتالي عملنا بناء لموديل، كل سجل من الموديل هو عبارة عن سنجل بيشنت اللي تم اجراء عملية جراحية لإله، وكمان في المقابل البريدكشن انه هل هو يحصل انفكشن او لا. بعض الجراحين بيعملوا بروسيجر بطريقة ممكن انه ترفع او تنزل الريسك تبع الانفكشن. فبالتالي الجراح اذا اتبع الاجراءات بشكل جيد وعقم وعمل وسوى وخلى باله من كل حاجة فممكن انه هذا يقلل الريسك، لكن لو كان هو كيرلس تمام فبالتالي هذا بيزود نسبة الريسك. فهنا ايش المعلومات تبعت العملية الجراحية والجراحين الجراحين اللي احنا ممكن انه احنا ندخلها في الموديل؟ فينا عندي بعض الافكار. ايش هي؟ انه انا بدي اخذ كل الجراحين، بدي اخذ كل العمليات الجراحية لكل جراح وبدي احسب الانفكشن ريت لهدول الجراحين. لاخذ الجراح الفلاني عمل 10,000 عملية، من 10,000 عملية في صار 3 حالات انفكشن. جراح الفلاني عمل 300 عملية وصار كذا حالة انفكشن، فبالتالي بدي اجيب الانفكشن ريت لكل جراح. وايش كمان؟ لكل بيشنت تمام بدي اوجد الجراح اللي عملوا العملية وبدي احط هذا الريت كفيتشر اقبال البيشنت هذا. يبقى المعلومات الاساسية هنا، ركز معايا وين كانت مكتوبة؟ هنا. عليكم السلام ورحمة الله. وين كانت محطوطة إنه السجل؟ يبقى هنا each row in the model is a single patient اللي تم إجراء عملية جراحية لإله والبريدكشن تارجت اللي هو عبارة عن إنه صار إنفكشن ولا لا. فبالتالي إيش بدنا نضيف في هذه البيانات؟ بدنا نشوف الجراح اللي عمل له العملية هاي وبدنا نحط نسبة الإنفكشن هنا في كمعلومة في الموضوع. هنا في تسرب ولا لا؟ في تسرب، لأنه المعلومة هذه أنت مش موجودة عندك بشكل مسبق إنه مين حيتم إجراء العملية الجراحية
تمام؟ بالضبط بالضبط تمام؟ لا 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 احنا انتوا دائما بتدوروا على حلول، بس انتوا تطلعوا على المطلوب في المساله، المطلوب في المساله فقط انه تحدد الداتا ليكج او لا. ممكن صحيح، فممكن انه هو يطلع على قديش انه كاجراءات انه قد بغض النظر عن الاشخاص قد بيطلع على نسب انه قديش انه صار في تعقيم لغرفه العمليات او للادوات اللي بيستخدموها. طيب اخر مثال احنا كتير فاميليار معاه اللي هو الهاوس برايسز، والافترض انه على طول يبين معاك من الاول انه في داتا ليكج ولا لا. ايش الفيتشر الاول؟ سايز. الفيتشر الثاني الافريج سيل برايس للبيوت المجاوره، وهنا خط الطول وخط العرض، وهنا اذا كان البيت فيه بيسمنت ولا لا. ايش رايكم؟ رقم 2 ليش؟ لانه ممكن يكون في بيت واحد بس في الحي الواحد. لا هاي المعلومه متوفره بشكل مسبق. يفترض انه انا بعمل موديل عشان يعمل بريدكشن للهاوس برايسز، فانت كيف بدك تدخل لي الافرج تبع السيل برايسز للبيوت المجاوره؟ تمام، لانه هذا له علاقه بالتارجت، يعني هذه 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 التارجت تبعك انه انت بدك تعملها بريدكشن. فبالتالي هاي الاشياء انه يفترض انه يجي انا عندي بيت جديد وانه هاي المعلومه ما تكونش متوفره انه وقت البرودكشن، يعني انه المعلومه هاي مش راح تكون متوفره. تمام، هذا بخصوص الداتا ليكج. خلينا نطلع على بريك، وبعد البريك ان شاء الله بنشوف نتحاسب.